ثانيا اختيار جمهور الزوراء ضمن تصنيف وترشيح لصحيفة ماركا الإسبانية، شنو يعني لك أنت كرئيس رابطة جماهير الزوراء؟ والله يعني هذا التصنيف اللي اختارتنا صحيفة ماركا الإسبانية، احنا من ضمن 40 جماهير بالعالم، هو احنا بالتصنيف احنا نفتخر، فاحنا الحمد لله والشكر وصلنا الى المركز الرابع. يعني هذا فخر لكل العراقي، فخر لياسر عبد اللطيف، لحسام فوزي، لكل اللاعبين، لكل الجماهير. يعني هذا نادي الزوراء صاحب اكبر قاعده جماهيريه بالعراق، وثانيا خارج العراق بالوطن العربي، المغتربين عندنا خارج العراق كلها صوتت لنادي الزوراء، اللاعبين القدامى صوتوا لهذا النادي. يعني كرئيس رابطة لولا جمهور الزوراء وهذا الاسم الكبير شامخ نادي الزوراء زعيم الأندية العراقية، مع احترامي لكل الأندية العراقية ولكل الجماهير، هذا شيء للعراق، فمبروك لكل الجماهير العراقية بأن جماهير نادي الزوراء تحصل الرابع على العالم في صحيفة ماركا الإسبانية. لا راح تحدث بالتفاصيل أمير قبل أن أسأل كابتن ياسر، بس السؤال اللي أي واحد يطرحه اليوم من باقي الجماهير، لماذا اختير جماهير الزوراء بهذا الاستفتاء ضمن 40 الأفضل بالعالم؟ ليش مو غير نادي؟ عندك تفاصيل أو معلومات؟ كابتن علي، مع احترامي لكل الجماهير، هي القاعدة الجماهيرية يتبين في المدرج. المدرج مثل ما تعرفون نادي الزوراء في البطولة الآسيوية أو في أكو بعض يعني بعض الجماهير شككت، قالوا هذا مو جمهور الزوراء اللي ملأ ملعب كربلاء في عدة مباريات من أجى نهائي الكأس العراق بين الزوراء ونادي الكهرباء، كل الاحترام لهم. جمهور الزوراء ملأ المدرجات بالكامل. احنا كعب العراق، أبدي وياك من شمالنا الحبيب إلى الجنوب الحبيب إلى الشرق إلى الغرب، كل عندنا روابط بالأقضية والمحافظات. فنادي الزوراء من اختير ما اجى من فراغ، اجى من شيء ملموس، يعني بكل محافظة بكل قضاء. يعني انت عندك عدا بغداد وكل مع احترام كل المحافظات والأقضية، عندك كربلاء ومحافظة واسط الكوت ومحافظة ميسان، مع احترام لكل المحافظات والأقضية، أكثر قاعدة جماهيرية عندنا بعد بغداد هذه الثلاث محافظات، فهذا ما أجى من فراغ. من طيب اختيروا نادي الزوراء. طيب نادي الزوراء صاحب أكبر قاعدة جماهيرية بالعراق. طيب.